طب تطلعي لي رقمها وانا اكلمها. انا اسمي داليا، عندي 28 سنه، عندي ولدين منفصله وشغاله على توك توك. اول ما قررت ان انا اشتغل كان بعد الثانوي، بعد ثالثه ثانوي، كانت ماما وبابا منفصلين وكنت بشتغل علشان اي بنت بتشتغل في الوقت ده. ما كنتش قادره ان انا اكمل تعليم. من 7 سنين لما اهلي عرفوا ان انا بسوق توك توك، اول الناس بابا وعمامي ومش عارف ايه، لا 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 ما ينفعش، عيب، غلط، اشتغلي اي حاجه تانية. التوك توك اشتغلته لما اخويا طلع على الموقف وعمل مشاكل وكده، والناس منطقه بولاق هنا الناس تبقى فيها شايفه نفسها شويه، قلت انزل على المكنه انا اقدر احمي نفسي والكلام ده. طبعا بالنسبه لي ان الدخل كان دخل التوك توك، كانت لسه التكاتك قليله مش كتيره زي دلوقتي، فكان دخلها زياده قوي. كنت بجهز نفسي وكنت بجيب لي نفسي وكنت بدل من المصروف، كنت بعمل حاجات كتير قوي. وصل هناك المضايقات اللي بتقابلني في التوك توك حاجات كتيره قوي، من زباين، من سواقين، من ناس، نظره ما تعجبنيش، كلام ما يعجبنيش. وبعد كده قلت في عقلي بالي، هو حد هيجيب لي حاجه؟ هو انا بعمل حاجه غلط ولا بعمل حاجه حرام؟